الرحيم. أيها الحظ الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تتواصل الانطلاقات والتحديات والمنافسات على أرضية ميدان التحدي، على أرضية ميدان الشحانية، في منافسات شيقة حاضرة في منافسات وانطلاقات السن الأكبر من مسافة 5 كيلومترات هذا الشوط السابع الذي نتابع بهذه الأسماء الحاضرة والمتواجدة والأسماء المميزة والمشاركة والمتنافسة. لنبدأ معكم وبحضراتكم بالوصف التفصيلي للأسماء الخمسة الأولى المنطلقة والمتواجدة، لنتابع الزبارة من تفتتح النداء والإذاعة، من تحضر وتقدم الإثارة بانطلاقتها وباندفاعتها على الصدارة، تحمل لنا شعار هجن الشحانية المالكة لهذه الأسطورة الحاضرة بالانطلاق الأول برفقة المضمر جار الله بن محمد بن عقيل المري، من يتابعها بعملية التضمير ومن يقدم لنا البرنس تحديات المركز الأول والصدارة، وكذلك يقدم لنا المركز الثاني والثالث بانطلاقة المركز الثاني، مقدما لنا الدانة العائدة ملكيتها لهجة الشحانية بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل المري والمركز الثالث. نتابع حمايل من تسللت إلى المركز الثاني بهذه اللحظات، تحمل لنا شعار هجن الشحانية بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل المري مع الثلاثة المراكز الأولى، يرافقها البرنس بعملية التضمير. المركز الرابع الحضور والانطلاقة من قبل شعار هجن الشحانية وبمتابعة سالب بن فاران المري، من يقدم لنا مسيرة المركز الرابع بهذه التحديات، بهذه الانطلاقة، بهذه المسيرة مع تحديات هذا الشعار وحضوره المشرف. هتان الحاضرة بهذه المسيرة مع المركز الرابع. المركز الخامس، أتابع مشاهدينا الكرام الضعاين على المركز الخامس، تعود الملكية لهجن المرخية بمتابعة محمد بن مدثر بن أحمد بعملية التضمير. هذه هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والحاضرة، لكنني أتابع المركز الخامس بدأ ينخطف من قبل الدوحة الحاضرة بشعار هجن الشحاني بمتابعة الصامل فاران بن محمد بن قريع المري، أيضا ينخطف هذا المركز من قبل خزامة القادمة بشعار هجن الشحاني بمتابعة سالب بن فاران المري مع المركز الخامس. هذه هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والحاضرة بالتحديات والانطلاقات. لنعود بحضراتكم إلى المركز الأول لنتابع على البداية تحديات الصدارة. حمايل تحضر بهذه المسيرة لتكون قائدة للأسماء، مسيطرة في المركز الأول وحاضرة بشعار هجن الشحانية بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل المري والمركز الثاني. الوصول من قبل الزبارة الحاضرة والمرافقة لانطلاقة حمايل جنبا إلى جنب، تسير في هذا المسار المستقيم، تحضر لتؤازر تحديات حمايل بالانطلاق. الزبارة تعود الملكية لهجن الشحانية بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل المري والمركز الثالث. الوصول مشاهدينا الكرام القدوم من قبل خزامة، من كانت قبل لحظات في المركز الخامس بدأت تتسلل إلى المركز الثالث في طريقها نحو المنافسة، نحو التحدي، نحو الانطلاق، نحو الاختطاف للقب هذا الشوط. تتقدم وتحضر بالمركز الثالث، لكن شوف القادمة التي بدأت بالانطلاق مجددا نحو المركز الثالث. الدانة هذه الدانة الثمينة الغالية تحضر بانطلاقة شعار هجن الشحانية بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل المري والمركز الرابع من ميمنة الميدان.
الآن تتقدم هتان بشعاره الشحني بمتابعة سالب فاران المري، لكن أتابع أيضا الوصول والقدوم من قبل خزامة بشعاره الشحانية بمتابعة سالب فاران المري، وكذلك التقدم من قبل الدوحة التي بدأت بإعلان الملاحقة والمطاردة والمنافسة بهذه الانطلاقة بشعاره الشحانية بمتابعة فاران بن محمد بن عجيل المري. لكن أعود نحو البداية، أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة لأتابع مجريات المقدمة. الزبارة بدأت بصنع الإثارة بانطلاقتها باندفاعتها نحو الناموس مع المركز الأول، تسير بهذا المسار الصحيح نحو الناموس، نحو التحدي، نحو الانطلاق الجميل بشعار هجر الشحانية بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل المري. من يقدم لنا الزبارة مع الصدارة ومع تحديات البداية؟ المركز الثاني القادمة همايل على المركز الثاني هجن الشحانية البرنس بعملية التضمير. المركز الثالث الدوحة الواصلة إلى المركز الثاني برفقة هجن الشحانية وبمتابعة الصامل بعملية التضمير. المركز الثالث زاهية تعود الملكية لهجن الشحانية، تصل لأول ندى بمتابعة محمد بن خالد العطية. لكن المركز الأول بدون أوامر بدون تعليمات، هذه هي الزبارة تختطف الناموس تحقق المركز الأول بدون أي تعليمات. تهانينا والناموس لأجل الشحانية، وتهانينا لجار الله بن محمد بن عقيل المر المركز الثاني. وصلت الدوحة لأجل الشحانية المركز الثالث، زاهية لأجل الشحانية المركز الرابع، أدانا لهجن الشحانية المركز الخامس، همايل لهجن الشحانية. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، تابعنا المنافسة، تابعنا التحدي الكبير ما بين هذه الأسماء والشعارات الحاضرة والمتواجدة ليكون الناموس حديثا للزبارة. من حققت هذا الناموس بدون أي أوامر؟ 8:15، 7:00. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، تهانينا نزف لجار الله بن محمد بن عقيل المري. من قدم لنا الزبارة خاطفة الناموس المركز الثاني كان الوصول من قبل مشاهدي الكرام الدوحة. 8:16، 11:00. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، تهانينا لفاران بن محمد بن قريع. المركز الثالث وصلت زاهية، 8:18، 27:00. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، تهانينا لمحمد بن خالد العطية على هذا الفوز المستحق.